كان حلم يراود فواز الحساوي انه يوم من الايام انه يمتلك نادي في اعظم دوري في العالم. خلينا نقول في اكو نادي تقدر تدفع 1 باوند وتشتري النادي، يعني ما صار مو عيب اني انا ابيع هذا النادي، مو عيب. فواز الحساوي فشل بشراء نوتنغهام فورست، انا ما سميها فشل. يبون يثبتون للناس ان هذا الشخص غير قادر على إدارة النادي. انا جدا سعيد للشيخ منصور اللي رفع رؤوس العرب. انا لما تقولي تتضايق على القدسية شيء طبيعي، لان انا احب النادي. لو ما احب هذا النادي وما زلت كان ايش حق اتضايق؟ احنا كل المدربين سماسرة ترى. انا اللي جبت عمر السوم للقادسية كان عمره 19 سنة او 18 سنة، ما حد يعرف عمر السوم. شجع فريق النصر عشان ماجد عبد الله. كان حلم يراود فواز الحساوي انه يوم من الايام انه يمتلك نادي في اعظم دوري في العالم. خلينا نقول انا طبعا من محبين ومشجعين نادي القادسية، وتربيت في هالنادي وشرفت في العمل فيه، وكنت عضو مجلس إدارة، ومن بعدها صرت نائب رئيس، ولين صرت رئيس لهذا الصرح الكبير. من بعدها تطلعي كان يوم من الأيام أني أمتلك نادي. طبعا ما في شك كانت تجربة لي يعني إيجابية، ولكنها غير إيجابية من ناحية يعني خلينا نقول الصرف اللي على النادي. أنك يوم أنك أنت تمتلك نادي أوروبي أو إنجليزي خلينا نقول بالأحرى من السهل، بس شلون تبي أنت عاد تبتدي تصرف على هذا النادي؟ شلون تبي تطلع على النادي؟ هني الشغل. الناس ترى في أكو أندية اليوم في بريطانيا تقدر تأخذ عدة سماله، يعني ما تدفع ولا فلس. في أكو نادي تقدر تدفع 1 باوند وتشتري النادي، يعني فهي مو أنك أنت شريت نادي أو أول شخصية كويتية خلينا نقول شريت نادي في أوروبا في لندن. من السهل انك تشتريه، ولكن من الصعب انك انت تمارس او تكمل في هذا النادي. تبيني اوصف لك وضعي؟ انا بداية الامر حطيت فترة زمنية 5 سنوات اني احاول اصعد الفريق الى الدوري الممتاز. ما صار مو عيب اني انا ابيع هذا النادي، مو عيب، لان انت بتتم تصرف لين متى؟ لازم يوقف. حاولت؟ نعم حاولت. بداية اول موسم لي احنا شرينا النادي كان ترتيبه الثالث من تحت. في الموسم اللي بعده انا صعدت الفريق للبلاي اوف كلش، وصلنا باجينا اخر مباراه مع ليستر، لين اخر 5 دقائق قاعدين نلعب كان عندنا امل ان احنا ندخل البلاي اوف، ولكن قدر الله ما شاء فعل ما صار هذا الشيء. في السنه الثانيه اندفعت شويه في الامر، وكان باعتقادي ولو اني انا ما كنت امتلك في وقتها يمكن الخبره. الحين طبعا الواحد يستفيد من اخطائه، فما كنت امتلك الخبره في ذاك الوقت، فصرفت على النادي اكثر من الدخل مال النادي، وهذا خطا. اكو قانون الفير بلاي ما يحق لك انك تصرف على النادي اكثر من الريع اللي عندك، يحطوا لك بجت معين. انا صرفت. في بعض الانديه يسوون هذا الشيء، يصرفون يخلونهم الاتحاد، بس هو كانه يسوي جامبلينج، كانه يعني يسوي مراهنة، إذا صعد راح سقط عليك، ولكن إذا ما صعد. ففي السنة الثالثة شنو صار فينا؟ السنة الثانية هم كنا قراب من البلاي أوف، يعني الأولى والثانية كنا قراب من البلاي أوف. السنة الثالثة حاشني الله يسلمك الإمبارجو اللي هو الحظر، ما يصير تسجل لاعبين ولا يصير وكل ولا ياتي بلاعبين فري ترانسفير أو تأخذ لاعبين بشكل الإعارة. طبعا اللاعب ليك بشكل الإعارة ما هو قد الطموح انك انت تكون عينك على لاعب وتجيبه عشان يسوي لك النقلة نوعا ما، فما وفقنا في الامبارجو، ومعظم الفرق اللي يحوشهم امبارجو على طول يهبطون للدور الدرجة اللي تحتهم معظمهم. انا كلمك 90% يعني تشارلتون حاشه امبارجو هبط، افتكر بلاكبول حاشه هبط، كان بالشامبيونشيب. في أندية كثيرة حاشتها الإمبارجو اللي هو الحظر وهبطوا للدوري اللي تحته.
احنا بالنسبه لنا لا حافظنا. يعني تبي اوصف لك؟ في بعض ناس يقولون فواز الحساوي فشل بشراء نوتنغهام فورست، انا ما اسميها فشل، بالعكس تجربه كانت ايجابيه. وبعدين انا شريت الفريق بالشامبيونشيب وبعته بالشامبيونشيب، اذا وين الفشل؟ بالعكس انا شريته بمكانه، حاولت اني اصعد وبذلت السبل وصرفنا مبالغ كثيره على النادي. ف لازم تحط لك مده زمنيه، اذا انت ما تاهلت مو عيب انك تقص الحق على قولتنا احنا بالكويت وتبيع هذا النادي. والحين النادي انا بعته لي الحين تقريبا السنه الخامسه او الرابعه، لما الحين على وضعه. انا اول ما دخلت كنت يعني بس باجي شغله يسوي لي بنوتنغهام يحطوا لي تمثال، الجمهور يحبوني وكانوا عايشين الهانيمون مثل ما يقولون. لما حاشني الحظر بدت عاد الصحافه تهاجم وبدت انا بيني وبينك يعني هذا المالك الان الحالي بدون يعني ذكر اسماء يعني لام هو ذكي شوي، لام الصحافه صوبه، هناك الصحافه يلعبون دور اعلامي كبير. انا بيني وبينك كنت اسفههم مثل ما كنت اسفههم بالكويت، صار احترامي لهم يعني انا كنت شخصيه عامه فحصل نقد ما ارد عليهم، اللي يتكلم معي يتكلم معي واللي ما يتكلم معي ما يتكلم معي، فانا ما ارد. سويت نفس هذا مفروض لا في بريطانيا انك انت تحتويهم تجيبهم في البورد روم عندك بين مباراة ومباراة، هدايا نوعا ما، مو انك ترجيهم ولا شيء، لانك هذيلا هم صوتك للناس. وقاموا يثيرون الاشاعات علي في البداية وقاموا وهناك اكيد عندهم سورسز بالنادي، اي شيء يكبرونه، تاخرت على دفع فاتوره حطوها لك بالجريده، يبون يثبتون للناس ان هذا الشخص غير قادر على اداره النادي. بيني وبينك قلت يوم شفت الوضع بروتست اجينست فواز الحساوي فواز اوت، قلت يبا انا ريال اول خطاب ان شاء الله بنلاقيه من بيئه. هذه من الاشاعات اللي غير صحيحه. شوف الله يسلمك، انا لو دش بيتي بالكويت عندي كاس اوروبا وعندي كاس العالم وعندي كاس الملك مال 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 هذا، هل انا بايقهم هذول من انديتهم؟ هذول انا اكو الله يسلمك لا يبون لك طبق الاصل. في اكو شركات برا تصنع كؤوس طبق الاصل. فانا عندي كاس اوروبا مو بس مو بس الكاف لا كاس لافيه. فانا مثل الواحد شلون يجمع يعني يحب يحتوي هالاشياء، انا عندي بالكويت الكاس مال نادي القادسيه اللي خذوه موجود عندي في البيت الاصلي، بعد ما حد قال اني سرقته ولا شيء. انا بالعكس يعني حاطه بشكل جمال، حاطه بشكل يعني انا عندي بالبيت كؤوس عده، فهذا مو ماخذه، انا دافع فيه فلوس شريته مكلفني 23,000 باوند استرليني وعندي الفاتورة. فلما يبته خذيته عندي أنا دافع فلوسه. بعدين الحين أهم نسوا شنو أنا دفعت على النادي؟ أنا دافع فوق 110 مليون باوند خلال الخمس سنوات. أكو واحد عندهم 110 من دخلك الخاص مش من دخل النادي، من دخلي أنا النادي، أنا دافع على النادي خلال الخمس سنوات كنا ندفع بالسنة من 20 ل 25 مليون، الحين نسيت هذا كله. ويبت لهم لاعبين ما يحلمون فيهم، يبت لهم ميكيل أنتونيو الحين يلعب ويست هام، الحين خنشوف المالك الجديد، خنشوف اللاعبين اللي قاعد يجيبهم أكو فيهم واحد يلعب بالبريمير ليج. أنا عندي الحين أربع لاعبين من بأيام عهدي، عندي دارلو يلعب هذا لاعب هذا 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 حارس مرمانة، عندي جمال لاصال الحين يلعب كابتن نيوكاسل وهو ودارلو الحارس، عندي ميكيل أنتونيو يلعب ويست هام. شوف كم عندي لاعب أوليفر بيرك بعته على ألمانيا ب 13 مليون، أغلى صفقة صارت بتاريخ نوتنغهام من تأسس ناديهم، من تأسس 1865 سوينا نقلة نوعية عندنا، ولكن الأشياء هاي ما تذكر والناس ما تتكلم عنها. فأنا بالنسبة لي تركت النادي وشفت انه، ولكن انت بترجع تقول لي ودك؟ اي والله ودي اني ارد اشتري نادي بس مو الحين. انا رجل تاجر ورائي عقار،
وهذه تعتبر صفقة كأنها صفقة تجارية. اليوم أنت لو أنك أنت تشتري نادي وتصعد إلى البريمير ليج، بنها أنت اكتسبت سمعة وزينة ومنها كذا، وبالإضافة أنت قمت تدخل فلوس للنادي. يعني اليوم الأندية اللي بالبريمير ليج قاموا يتقاضون من 120 إلى 140 مليون، أقل نادي بالسنة يأخذ من التي في رايت ومن الفانز ومن السيزن تيكت ومن لما تجمعها. طيب انت اليوم مو معقوله، انت انا ما ابي اكلمك مثل ما شاء الله مانشستر سيتي ولا الانديه الكبيره، انت يو وان بي ميد تيبل مثل ليدز الحين، يو وان بي يعني مكان بالسيف زون مثل ما يقولون. فانت اذا صرت بالسيف زون وقعدت بالبريمير ليج خلينا نقول 4-5 سنوات، انت وضعك راح تكون فوق الريح، لان كل سنه قاعد تاخذ 120 ل 140 مليون. طيب ناهيك على في لاعبين يمكن تبيع وتستفيد منها، ناهيك ايضا كذلك على اليوم لما انت كنت متواجد في البريمير ليج اول سنه خلينا نقول انت تنفق على من الفلوس هذه 80% خلينا نقول، ما راح تصرفها كلها يعني، راح تخلي شيء من المبالغ للانتقالات، فراح تصرف 60-70% من المبلغ عشان تشتري لاعبين وتطور صحيح. هل السنه اللي بعدها راح تصرف 80؟ ما راح تصرف 80، انا 80% راح تصرف يمكن 40%. فهذا اللي يسمونه الدخل اللي يكون للمالك نفسه انه يسوي فلوس من وراء هذه، فهي تجاره بالنهايه وبزنس وهوايه لي انا، كوني انا احب الرياضه واحب كره القدم يعني اللعبه الشعبيه العالميه. شوف ما بي انا اقول لك اياها، يعني مستقبلا ما راح الجا للمجاملات ابد، عرفت يعني المجاملات على حساب نادي اللي انا بشتري وادفع عليه فلوس، لا والله ما راح ارجع. بس تبي تقول لي فواز انت خذيت لاعبين والله وكنت مقتنع فيهم، اقول لك صح كلام، انا كنت مقتنع ببدر مطوع جدا، مقتنع 200% بعمر السومه، ومقتنع بفراس الخطيب، ومقتنع بحسين فاضل وخالد الرشيدي، هذا اللي انا وديتهم معي ودخلت فيهم النادي. وحتى المدرب كان ميت على عمر السومه ترى لما بس كان وضعه مسكين يعني، الولد صغير ومو حد عارفه، الحين قاعد يلعب باقوى دوري خلينا نقول منطقتنا يعني السعودي، دوري السعودي دوري قوي يعني بالنسبه حق المنطقه، والحين يتقاضى الله يوفقه ان شاء الله ويزيده من فضله ياخذ 3 ملايين دولار بس بالموسم، والله يزيده ان شاء الله ياخذ 5 ملايين بالموسم. ترى عمر السومه انا اللي جبت عمر السومه للقادسيه، كان عمره 19 سنه او 18 سنه، ما حد يعرف عمر السومه. اول مره وقع مع القادسيه انا مدير جهاز كره القدم، انا اللي جبته 70,000 دولار. انا الله يسلمك احنا رحنا بارينا المنتخب افتكر الاول لعبوا مباراه مع الفريق الاولمبي السوري وهو لعب، فيو اللاعبين كم لاعب قالوا لي فواز في اكو لاعب، لاعبين قالوا لي اسمه ما نعرف طويل وهذا، سالنا قالوا يسمونه عمر، ما قالوا لي عمر شنو، وهذا اللاعب شكله مش مشروع لاعب. ناديت كم واحد سالت، كان اسال قلت حق واحد اينا الكويت تجربه، يعني انا الحين تونا قاعدين انا الحين موقع مع محترفين خلاص بس عندي مكان حق لاعب. والمدرب كان وقتها بدون ذكر اسماء مو كويتي عشان لا يزعلون علينا، زين كان وقتها سمسار، احنا كل المدربين سماسره ترى يعني يجيب لاعبين وياخذ من ورا مني ومني، فانا جبت اللاعبين كلهم، ما كنت اعطي مجال للمدرب انه يختار، يعني انا مدير الجهاز انا قاعد ادفع من جيبي وما ابي الف، ابي لاعبين يخلصون لي الدوري، وعارف انا الوضع هناك، انا كنت وقتها يعني متمرس بالدوري الكويتي، فكنت انا اخلص مع اللاعب. جاء قلت له في اكو لاعب مدرب بي ابيك تشوفه وما ابيك تسوي تقسيمه وانا جاي بشوفه. قال متى بي؟ قلت له ابي يمكن بكره او بعد بكره. دخل الولد ما شاء الله جسمه البنيه الجسمانيه جسم لاعب، لعب شفته قعدت نص ساعه، كان اقول حق جمال مبارك يجيب لي بسرعه داخل. قلت له اوقعك 3 سنوات، طبعا مدرب ولا حتى شاورته، قلت له اوقعك 3 سنوات. اللاعب ما عنده تي صوب الشمال ما عنده مشكله، تي صوب اليمين ما عنده مشكله، فول جو ما عنده مشكله، كنترول، لعبه على الارض حلو.
هذا عمره صغير كذي يعني هذا اللي بعد يتأقلم معاي شو يسوي؟ وايد انعجبت فيه. فقمت وقلت له بعطيك $70,000 وبعطيك الموسم اللي بعده $90,000 وبعطيك بعدها $100,000 توقع كان يلمني ويبوسني مو مصدق. فعمر ما زال يجي الكويت ويجيني انا اول واحد لما يجي الكويت لانه يقول لي كل انت ابو عبد العزيز ما ننسى يعني انت لو مو انت كان ما وصلت كان ما هذا. وبالعكس يعني انا نجحت مع هاللاعب هذا والناس كلها قاعد تذكر هذا الشيء سواء بتويترات او بالميديا او كذا وحتى هو يطلع ويتكلم في هذا الامر. وانا صراحه جدا سعيد للاعب هذا لما كان معانا في نوتنغهام كان المدرب مالنا يبي ولكن الشروط اللي كانت في ذاك الوقت ما كنا نقدر نستقطب لاعب هذا. تبي تقول ايجابيات؟ والله ايجابيات كثر صراحه. وانا بالنسبه لي يعني تمتعت في 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 في, في وقتي بنوتنغهام للامانه يعني كسبت خبره. وفي اكو اشياء ايجابيه صارت لي يعني انا اختاروني ثاني سنه افضل رئيس حق نادي بانجلترا وموجود عندي التقرير واعطوني هديه للاتحاد الانجليزي. وسويت شيء بسيط لا يذكر بس الانجليز يعني تسوي شيء بسيط ما حد يعرف عنه. احنا نسوي دبلاته بالكويت ما حد قال حتى مشكور. فتسويت شيء بسيط يعني يوم ويومها كان هواء وعصار ومطر وكان جو شتاء وهناك الجماهير من نوتنغهام يموتون على النادي ما يهمهم هواء ما يهمهم المطر يحبون الماء. فيوم قالوا ان ما نقدر نمشي الباصات ما ادري شنو صار فناديت وقتها هذا في النادي عندنا قلت يبا شنو بان الباصات على حسابي والوجبات على حسابي ودوهم. رحنا الى المنطقه هناك وكانوا وديناهم استخبر الاتحاد الانجليزي ان واحد رئيس نادي يودي جمهوره على حسابه مع وجباتهم فعلى طول اختاروني ان انت من افضل رئيس نادي ومحب. وكنت اروح ساعات اقعد معاهم واحضر كل المباريات. معظم الناس او الملاك يعني اللي يملكون نادي ما يحضر يعني اي بس بالنهائي اي مثلا بالمباريات القويه. ارى انا ما كانت تطوفني ولا مباراه حق نادي فكنت احرص اني سواء هوم او اوي فاحرص انا اتمتع في هذا الشيء. فكنت يعني عشان كذي انا اقول لك فقدت هذا الشيء فقدت هذه الشغله لاني انا احب هالشيء. فما بعدها على طول يعني تكريم الاتحاد الانجليزي وكهم بعد مره صارت لي شغله يمكن ما حد يعرف عنها في لندن. كنت هذه توها مؤخرا بعد ما بعت النادي اتحاد الكاراتيه اللي في بريطانيا صار عنده مشكله في الموضوع التمويل والفلوس فما قدروا يشاركون وحطوا احنا قاعد نشوف التلفزيون عندنا بالبيت وحطوا كذي كاميرا على اللاعبين متضايقين. وهذا سالت واحد قلت له زين هذا كم هذيلا يعني اللي مو قادرين يسافرون؟ قال يبون 40,000 باوند. قلت يبون ادفع 40,000 باوند خلي يروحون يشاركون. ثاني يوم يعني رئيس اتحاد كاراتيه وتشكر مني وقلت له يبا هذا التشيك وقال اذا احنا فزنا بالبطوله راح نجيب لك. وقالوا ما قالوا شيء قالوا شخصيه تبرعت وكذا. بعدها على طول جابوا الميداليه الذهبيه انجلترا وجو عندي البيت ويت البي بي سي ويت سكاي نيوز وغطت هذا وتشكروا مني. اعطوني ارض ما ادري شنو هناك في بريطانيا مو ارض هذه مثل الجائزه وشغله كذي هم يعطونك كذي مربع ايه. يعني كرمت منهم وبالعكس يعني كان شيء بسيط سويته. شوف الناس شلون وانت تقط دم قلبك مع القادسيه بالكويت ما حد درى عنك. اول شيء انا جدا سعيد للشيخ منصور على صراحه ادارته المتميزه الحقيقه اللي رفع رؤوس العرب صراحه مو الاماراتيين. احنا ككويتيين نفتخر فيه صراحة ونفتخر في هذا النادي والصرح الكبير اللي هو سواه. ترى على فكرة يعني مانشستر سيتي ترى كانوا بالشامبيونشيب قبل يشتريهم الشيخ منصور يعني
بعدين صعدوا وهو صعدهم وخلاهم ياخذون الدوري وخلاهم ما كانوا بعاد على الاضواء. فهذه بصمه الشيخ منصور واضحه. صحيح انه قاعد يحط اموال ويدفع وهذا، ولكن رفع رايه بلد. اليوم لما يفوز السيتي احنا الكويتيين نفتخر نقول ان يعني الشيخ منصور وشخصيه عربيه وهذا وملك الاتحاد ودوله الامارات. يعني احنا مو مجامله، انا الامارات يعني نفس الكويت عندي، مثل ما نفس السعوديه، مثل الخليج كله، يعني احنا كلنا مع بعض يعني. فانا صراحه جدا افتخر في هذا النادي وافتخر في الشيخ منصور، وصراحه عسى الله يوفقه وقاعد يمشي بالطريق الصحيح وحاط الناس الصحيحه في المكان الصحيح، لان هذا وايد مهم. اليوم لما يكون عندك فريق عمل زين هو يعطيك بعدين الاشياء الايجابيه والبطولات تتحقق على ضوءها. ترى مو كل شيء الفلوس، في اكو انديه تنفق، لان مثل ما انت تشتغل غيرك يشتغل. بس الطفره اللي سواها الشيخ منصور يعني يكفي. مدرب صراحه غير نمط اللعب كله، اللي هو غوارديولا، يعني اللي طريقه لعب الانجليز. هذا مو طريق، انا عارف لعب الانجليز كره طويله ويهجم ويضغط على الكره الثانيه، هاي طريقه الانجليز. هذا سواهم نفس برشلونه، سواهم نفس ريال مدريد، كره على الارض حلوه نفس الكره، يعني النظام الاسباني، عرفت؟ واللعب الجماعي واللاعبين الموجودين يعني لاعبين مميزين حقيقه. في اكو انديه تشتري لاعبين، ومانشستر يونايتد في فتره فان جال شروا لاعبين كثر، وشنو صار؟ ومن بعدها مورينيو ويو شرى لاعبين هم كثر ويو ما صار. لكن السيتي قاعد يشترون لاعبين ويصرفون، بس يصرفون بالمكان الصحيح ويحطون الاضافات الصحيحه. وانا اهني يعني اداره الشيخ منصور والشيخ منصور على هذا، واحنا نفتخر فيهم ان شاء الله، وعسى يا ربي يوفقهم، بس مو ضد ليفربول ان شاء الله. انا طلعت معه بمقابله الامير في بريطانيا عبر الهاتف، يعني يكون اختاروا شخصيتين خليجيتين، وكنت في لندن ونسيتها والله المقابله، بس كنا طالعين بالتلفزيون، هو قاعد يتكلم من مكانه وانا اتكلم من مكاني. فما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه جدا طموح. ولما كنت انا معاه في المقابله كان ناديه بليج 1، عرفت؟ واحنا كنا بالتشامبيونشيب وصعد من ليج 1 وراح الى الشامبيونشيب، ومن الشامبيونشيب الى البريمير ليج. فسوى طفره هم كذلك، بس هو ما يملك النادي كامله، يعني هو معاه شريك انجليزي صح؟ ايه، بس هذا مو عيب يعني، حتى لو انت تملك شريحه بس النقله اللي سواها او اللي سووها هم هذه بحد ذاتها انجاز. فانت تقول لي كاهم بيهبطون، ما يخالف خليه يهبط السنه وياخذ الباراشوت بيمنت ويرد يرجع، ما في مشكله. بس الـ 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 الفشل انك انت تقعد مكانك ولا تتراجع لتحت. هو ما شاء الله عليه شرى النادي بالليج 1 وراح، ما حد توقع يعني صراحه. يعني انا يعجبوني نادي بورموث صراحه، يعني يعجبني صراحه. كانوا بليج، كان ليج 2، ومن ليج 2 ليج 1، ومن ليج 1 تشامبيونشيب، ومن تشامبيونشيب بريمير ليج. هذا انجاز، صمدوا شوي، هذا انجاز. فأنا اللي قاعد أقول لك هالفرق هذه اللي تحت المكافحة احنا نسميها، أتمنى له التوفيق، وإن شاء الله يا رب إنه يشدون حيلهم ويحافظون، مع أني أنا أشوفهم شوي ترتيبهم نازل شوي. ما ظلمت، لكن نادي القادسية يعني شو أقول لك، يعني أنت بأي عمل بأي مجال تشتغل فيه لابد أن في أكو أيام حلوة وأيام مو حلوة وأيام فيها شد هني وفيها، هذا العمل الطبيعي يعني صراحة. أنت اليوم ما أنت مالك النادي بروحك، أنت معاك 10 أعضاء بالكويت، احنا 11 عضو، وهذيلا يرشحونهم الجمعية العمومية ويصوتوا عليهم بالانتخابات وينجحون. أنا رشحت سنة 97 ونجحت في الانتخابات وصرت عضو مجلس إدارة، وقعدت من بعدها 2000 ورشحت ونجحت، يعني 4 دورات أخوضها والحمد لله كنت أفوز فيها، وكنت أشتغل مع قائمة الجميع
اللي هي كانت برئاسة الشيخ طلال فهد. ما في شك أنت اليوم لما تكون يعني بالبيت تتهاوش ويا أخوك وأخوان عادي يعني هذا شيء صعب يعني، ولكن بالنفوس لا والله ما في شيء بالنفوس. أنا لما تقولي تتضايق القدسية ولا يعني يكون هذا شيء طبيعي، لأن أنا أحب النادي. لو ما أحب هذا النادي وما زلت كان الشقة ضايق، عرفت؟ فشيء طبيعي ساعات أنفعل بالمقابلات، ساعات تصير لي مواقف مع ناس أضايق منها، ولكن بالنفوس ماكو شيء، كلهم يبقون أخوان وأصدقاء، وأنا تشرفت بالعمل في هذا النادي الحمد لله ختمتها وأنا رئيس، وحققت بطولات عدة ما سبق من تأسس نادي القادسية وصار فيه كذي. أنا ما أتكلم يقول هذا يمدح نفسه، بس تقدر ترجع حق الأرقام. يعني أيام ما كنت مدير جهاز كرة القدم حققت 16 بطولة، يعني أكثر مدير حقق بطولات في هذه الفترة أنا في ذاك من هذا. حققت الدوري وحققت كأس الأمير وحققت ولي العهد وحققت كأس الاتحاد وحققت بطولات دورة الخليج وحققت بطولات كثيرة. لعبت قبل نهائي كأس آسيا للأبطال مع الكرامة السوري، كان عندي بنفس الوقت ما بيقول لك لا أنا لا، أنا بعد هم كنت محظوظ. يعني كان عندي جهاز فني زين، كان عندي جهاز إداري زين، وكانوا يعملون بطريقة جيدة، وعشان كذي إحنا يعني فكان فريق متكامل. بالإضافة ني حق اللاعبين، كان عندي 10 لاعبين أو 11 لاعب بالمنتخب نادي القادسية ومنتخب الكويت، فكنت محظوظ صراحة. يعني عندي لاعبين، عندي مدربين، وعندي محترفين كذلك قوايا. فكنا في ذيك الفترة اللي هي من سنة 2006 ل 2012 كان نادي القادسية وايد قوي. أذكر السنة الأخيرة لي في نادي القادسية حسمت الدوري قبل أن ينتهي بأربع جولات، ما سبق وإن صار تاريخ أي نادي بالكويت في ذاك الوقت. الحين نادي الكويت العام سووها. أنا صديقي فهد خميس. فهد صديقي من يوم ما كنت في بريطانيا أدرس، وإحنا أصدقاء ودائما على تواصل، ف يعني دائما نتكلم مع بعض. بس لي فترة الآن ما كلمته يمكن، ولكن فهد صديقي. فأنا يعني أطالع يعني المباريات ساعات. هذا مرة أذكر رحت، كانت مباراة القادسية والعين، وهذه أفتكر إذا ماني غلطان في كأس آسيا أبطال آسيا. إيه نادي القادسية يلعب، وأنا يعني الشيخ طلال، وأنا أعرف نفسي أنا بالمباريات يعني أعصب وأقوم. كان يقول لي أبو عبد العزيز طلبتك، قلت له آمر أبو مشعل، قال لي ما أنا قاعد بالمنصة أبي أخذ راحتي وما تدري ما أقدر. قلت له شو مطلوب مني يعني أنا؟ قال لي أبيك تقعد مكاني. قلت له مصدقك أنت أبو مشعل؟ أنا يا هاي عفوا على الكلمة يعني أبي أنا أقز. إذا قعدت بالمنصة مع الشيوخ أنت بتقعد ما راح بتقوم. قلت له أنت بتحرمني من فرحتي؟ قال لي بقعد عادي، شو السالفة فواز؟ قلت يلا. رحت أنا ويا واحد ما شاء الله كلهم يشجعون العين والأهل وبعد ناديهم، فهي قاعد ترحب فيني الشيخ أفتكر عبد الله إذا ماني غلط، إيه رحب فيني قاعد يمي وهذا، وهان قلبكم أنا أقول له تستاهلون طال عمرك، عسى الله يوفقكم إن شاء الله بتشوفون هذا. قلت يلا طال عمرك الله يوفقكم. المهم لعبنا أول 10 دقائق القادسية ما عنده شيء يخسره يعني، والعين فريق قوي وعند محترفهم يساوي لاعبيننا كلنا، شارينا ذيك الأيام 22 مليون ما أدري كثر طويل المحترف مهاجمهم قيمته 22 مليون. قالوا لي هذا اللاعب هالكثر قيمته، ضحكت أنا سكت. كان يقول لي بلش اللعب 10 دقائق وإحنا ما شاء الله القادسية مستحوذين، مو معطين فرصة حق فريق العين. شاي التفت علي الشيخ قال فواز أكيد هذا القادسية أكيد. قلت له طويل الأمر والله ما أدري صار فيهم شيء ترى ماني عارف مسوي لهم. كان يقول لي أنا والله صراحة ما يشوف، بس لك فواز هذا المحترف مالكم. قلت له إيه نعم طبعا. قلت له كم قيمته؟ قلت له طويل الأمر 300,000 دولار. كان يقول لي وهذا، قلت له هذا فوزي بشير طال عمرك من عمان ياخذ 400، وهذا قلت له هذا محمد مبارك هم من عمان ياخذ 150,000 دولار.
الشهاد كلهم ما يون حتى مليون دولار كلهم اللي قلتهم هذا يعني. كان يقول شفت هذا؟ قلت له يلعب ضرق هذا احنا شارينا 22 مليون هذا تاخذونه وتعطونه هذين احسن. فقاعد يضحك الله يطول بعمره الشيخ عبد الله وقعدت معاهم واحنا قاعد نسولف كذي وكان يقول القادسيه ولا تحركت ولا ما في رياكشن وهم سكتوا وانا سكت بعد مش اقول. المهم كان يقول لي فواز ترى قولت؟ قلت له نعم طال عمرك. كان يقول ما اشوفك فرحت؟ قلت له عادي طال عمرك انا ترى عادي ترى ما عندي ذكر. تقول اي لا لا خذ راحتك. قلت له نعم طال عمرك. ما يدرون ان انا لما اقول اقعد اصعد فوق المنصه. فما ادري شلون الله هداني وقعد ساكت. المهم يصير الشوط الثاني ويهجمون علينا العين يهجمون علينا هجمه هجمتين ثلاث وطق العارضه واحنا كنا محظوظين شوي تدري العين يبي يقول على القادسيه ما توفقوا العين واحنا راجعين ربعنا قاعد نلعب عليهم على العكسيه يعني ويلعبونها حق بدر مطوع والله ويلعبها حق فوزي بشير ويطير هذا اللاعب فوزي بشير ويدعس الثاني. هم الحين صار لهم ساعه قاعد يناقزون هني عاد لما قولوا الثاني كان اقوم انا نقزت فضحكوا وطالعوني قال فواز السالس افرح افرح يقول لي الشيخ قاعد. قلت له والله طال عمرك والله بقصب ترى ولا ولا شيء اقول لك يعني بقصب علي طلعت مو من قلبي. قال لا لا خذ راحتك عاد حبيب والله. فجيت استاذنت منهم بنزل تحت باجي خمس دقائق وانا نازل ولا الشيخ طلال بوجهي فواز. هو الشيخ طلال من النوع اللي يتفائل بدشداشته يتفائل بساعته يتفائل هذا قاعد هني وانت قاعد هناك. فواز شو تسوي؟ قلت له شنو اسوي؟ قلت له بروح تحت حق الفريق. شنو؟ كان يقول ارجع مكانك ارجع. قلت له شنو احنا بالجيش ارجع مكانك. قلت له والله ما يراجع. كان يقول اقول لك ارجع. قلت له ما يراجع. المهم مني قالت لا تخرب على اللي سوينا. رجعت ولا ماكو ولا احد كلهم مشوا العالم. اي والله بعدين عاد سبحان الله وقولنا الثالث عاد بس عاد قاعد ما رديت على مش نزلت تحت. والله فاذكر هذه المباريات. ولكن انت تقول لي تشجع احد؟ والله ما ابي اكذب عليك ما اشجع بالدوري الاماراتي وبشجع بالدوري السعودي اشجع فريق النصر عشان ماجد عبد الله لان ماجد الكويتيين يحبون ماجد عبد الله معظم الكويتيين لان ماجد يعني لما الكويت باروا هامبورغ سنه 80 يابوهم كان وقتها هامبورغ كان نوتنغهام فورست بطل كاس اوروبا في سنه 80 خذها سنه 79 وسنه 80 منتخب الكويت يبون نوتنغهام فورست منتخب الخليج عفوا فما وافقوا على اساس انهم ما ادري صار شري يابوا منه يابوا الوصيف اللي هو هامبورغ يلعب معهم كيفن كيجن ويو الكويت وطبعا كان افتكر لاعبين من الامارات بس ماجد عبد الله لعب مباراه كبيره بهالمباراه. هني بديت اتابع نادي النصر عقب ما شفت ماجد يعني انا على فكره شجعت نادي القادسيه عشان جاسم يعقوب يعني احب او كل واحد يحب نادي اول شيء راح يحب اللاعب بعدين يحب النادي مثل الحين اللي يشجعون برشلونه لا يكون عبالك يحبون برشلونه كانوا يحبون ميسي يحبون ميسي ويا ميسي. فأنا أقول لك يعني مؤخرا أنا متكلم لا في ناس تشجع برشلونة بالسابق صح. كرة السلة يعني بأمريكا هي يعني أغلى لعبة لكن إحنا ما عندنا بالمنطقة إحنا نتكلم منطقة الخليج هي كرة القدم يعني أكثر شيء يعني إن الناس عليها يعني هي اللعبة الجماعة هي اللعبة الشعبية خلينا نقول وعالميا بعد ولكن يعني في أمريكا هي اللي هي الباسكتبول اللي السلة